المبادرات دي يا دكتور حسام، هل غطت كل محافظات الجمهورية؟ هل في عدد تقريبي للمستفيدين من هذه المبادرات؟ طيب خليني برضو تاني أرجع وأقول لحضرتك إنه مش بس المبادرات غطت كل محافظات الجمهورية، ده تقريبا المبادرات غطت رحلة عمر الإنسان، فبدأت بصحة الأم والجنين، وبعد كده الامراض يعني خلاص هي الام والجنين في مرحله الحمل وما قبل الحمل والحمل والولاده، بعد ما تلد وتضع بقينا بنتكلم على مبادره الامراض الوراثيه عند الاطفال، ومعاها في نفس الوقت المسح السمعي للاطفال، ومجرد ما دخل المدرسه بقت مبادره الانيميا والتقدم واحنا في السن المدرسي. اتخرجت من المدرسة دخلنا في مبادرة صحة المرأة المتعلقة بالمرأة من سن 18 سنة وانت طالع، وصلت بقيت مواطن سينيور سيتيزن، في بقينا بنتكلم على مبادرة رعاية المسنين، وبعدين انتقلنا انتقال أوسع إلى المبادرة الرئاسية الأكبر وهي حياة كريمة و مبادرة تنمية الأسرة المصرية. فالحقيقة وفي المستقبل القريب جدا جدا بنتكلم النهاردة على أنواع أخرى من الأورام اللي مرتبطة بالرجل مش بس بالمرأة. فالحقيقة أنه أنت مش بس غطيت التوزيع الجغرافي لمصر، أنت كمان غطيت الإنسان المصري منذ أن كان جنينا في بطن أمه حتى مرحلة الشيخوخة وكبر السن. فالحقيقة المبادرات هي منظومة لتحسين الصحة العامة، ومش بس اتكلمت على مبادرة مرتبطة بأن احنا نكتشف مرض ونعالج، احنا انت بتتكلم كمان على تغذية صحيحة. يعني ما هي السلوكيات التي ينبغي على الإنسان أن يقوم بها عشان يعيش حياة صحيحة؟ فأنت بتقول له إزاي تحيا بصحة، ووفرت له إذا أصيب بالمرض لا قدر الله المكان المناسب والتشخيص المناسب والعلاج المناسب من خلال، وكأنك الحقيقة عملت منظومة تغطية صحية للمصريين، بس بدل ما تسميها منظومة التأمين الصحي سميتها المبادرات الرئاسية.